يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الرد على من يستدل بحديث الشفاعة والذي فيه من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، ويقول هذا دليل قاطع على عدم دخول العمل في أصل الإيمان لأنهم لم يخلدوا في النار بالرغم من عدم عملهم؟ هل هذا الكلام صحيح؟ معنى إيمان بدون عمل، اللي يترك العمل مختارا هذا ليس عنده إيمان، ما يصلي ولا يصوم مختارا ما عنده إيمان. مش الإيمان إذن؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، هو الإيمان مجرد قول باللسان أو اعتقاد بالقلب بدون عمل ما يصلح هذا، ولا حجة لهم بهذا. والحديث الذي ذكره أنا ما شفت، يجيب نص الحديث نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ، اقرأ النص اللي هو قال. يقول كيف الرد على من يستدل بحديث الشفاعة والذي فيه من غير عمل عملوه ولا خير قدموه؟ ويقول هذا ايش الحديث هذا؟ يجيب اصل الحديث ونص الحديث. نعم.